أعرب عدد من أولياء أمور الطلاب في مدينة المكلا في استطلاع أجرته قناة المكلا عن استيائهم ورفضهم للإجراءات التي اتخذها مكتب وزارة التربية والتعليم في تدشين الاختبارات النهائية التي تقام في ظل استمرار إضراب نسبة كبيرة من المعلمين المطالبين بحقوقهم، مطالبين مكتب التربية بمراجعة قراره ومعالجة أزمة التعليم قبل البدء بالامتحانات. أين هم المدرسين لكي يقوموا تمام بإعطاء الامتحانات بتصحيح بالمراقبة؟ تمام، أين هم الطلاب عشان يحضرون ويتواجدون؟ تمام، الطالب اليوم يعني أنا كأب عندي طالبة اللي هي شهرين ما درست، لو بحاول أنها تراجع حاجة ماشي، يعني الجو العام الجو التربوي مفقود. تمام، على أي أساس التربية والتعليم اتخذت هذا القرار؟ لا أعلم. وإحنا كأولياء أمور لنا ضرر كبير بالنسبة لطلابنا، حيث أنه 3 شهور واقفين لا دراسة لا أي توجيه لهم، فبذلك نرجو أن إيجاد حلول مرضية للطرفين بحيث أن يتم استئناف الدراسة بشكل أفضل وأنسب. طبعا تصرف غير مجدي وتصرف أنا أعتبره جاحد بالنسبة للطلاب وكذلك المعلمين. يجب أن إيجاد حلول بغض النظر الوضع المتهزب بينه او بغض النظر المشكله الدار، لكن يجب ايجاد حلول لكلا الطرفين، ونرجو ان شاء الله ان تكون هذه الحلول سريعه، لانه زي ما قلنا في الاخير الخاسر او الضحيه هم الطلاب والتلاميذ. بالدرجه الاساسيه ابنائنا، يعني كيف بيمتحنون؟ كيف بيتحصلون على الماده او العلامه الكامله في ما درسوه؟ المنهج لم يكتمل. الطلبه الموجودين ما يقارب 10%. لو افترضنا امتحنوا الطلبة 90%، ايش مصيرهم؟ سؤال رد من التربية، 90% ايش مصيرهم لو ما سرحوا؟ اذا ما دخلوا الامتحان، افترضنا 10% راحوا، ايش مصير 90%؟ انا اولادي ذهبوا، قال لهم يعني في المدرسة تعالوا عندنا، يعني سيأتي المدرسون وكذا، يعني يذهبون. أول يوم ذهبوا حصتين، وجعلوا المدرسين حق الصفوف الصغرى يدرسون أصحاب 9 أو أصحاب 8، يعطونهم مراجعة هكذا. ثاني يوم رجعوا وأكملوا النوم، يعني هذا قفز على الواقع. الواقع يقول إنه المدارس متوقفة، لا أحد يقفز على الواقع، وأي قرارات يعني تقفز على هذا يعتبر نوع من التخبط.